مرحبا برج الدلو. بشكل عام عزيزي برج الدلو، أرى أن في كان في بداية علاقتكم أو من أسباب الانفصال هو عدم الوضوح في مشاعر وتوجه هذا الحبيب معك. يعني العلاقة كانت نوعا ما كاجوال، مفتوحة، غير محددة المصير، ما كان في كلام عن المستقبل. كنت أيضا غير واثق من مشاعر الحبيب تجاهك، ولكن بشكل عام هذه المرحلة راح تعدي إن شاء الله، وراح توصل أنت والحبيب إلى حل يرضي الطرفين. أول شيء سبب الانفصال، عندك ملكة الأكواب، ملكة المشاعر المتدفقة، ذمون. ذمون دائما يتكلم عن أمور مخفية، أمور غير واضحة للعيان، أمور غامضة. وأنت هذه طاقتك عزيزي برج الدلو، طاقة السيوف كلها تبع الأبراج الهوائية، بالأخص برج الدلو، Princess of Swords. أرى أنك في السابق كنت غير متأكد من مشاعر ونوايا الحبيب اتجاهك، وهذا كان سبب الانفصال الرئيسي، لأن برج الدلو من الأبراج الذي يحب المنطق، يحب الوضوح، يحب الصراحة. طاقته هي طاقة السيوف، طاقة العقل والحدس. فكان دائما عندك حس ان هذا الشخص يخفي شيء، وانت استنتجت انه يخفي علاقة اخرى، يخفي مشاعره. احتمال ان هذا الشخص يكون فكرت انه لا يحبك، لا يريد الارتباط فيك، لا يرى مستقبل معك. وكان في ايضا مشكلة في التواصل، دام انه في غموض معناته كان في مشكلة في التواصل بينكم بخصوص مصير هذه العلاقة. فأنت كنت أخذت طاقتك المعتادة يا برج الدلو في السابق، إما قطعت نهيت العلاقة، أو العلاقة انتهت وتدهورت لحالها. فأنت كنت في مرحلة تحاول اكتشاف الحقائق، تحاول اكتشاف ما الذي فعلا يحدث مع هذا الشخص. ومن الكارتات القادمة إن شاء الله تلاقي الجواب على سؤالك. سبب التأخير، ملكة الأكواب لديها ملك الأكواب، ولكن في سبب يمنع هذا اللقاء أو العلاقة من أن تنمو وتمشي في مسارها. ملك الأكواب سبعة الأغصان، وهي طاقة الدفاع أو المحاربة من أجل ما تؤمن فيه وتحبه، وخمسة الخماسيات. أرى أن هذا الشخص يناسبك، هذا الشريك بالذات يكافئك على مستوى الطاقة، يعني مثل ما نقول جرة ولقيت غطاها. ولكن اعتقادك أنت لم يكن صحيحا، أنت كان تفكيرك أشوفه بوجود طرف ثالث، أو كنت تفكر أن الحبيب لا يملك مشاعر قوية تجاهك. ولكن التارو يخبرك بأن أنت كنت خاطئ في هذا الاعتقاد، لأن السبب الرئيسي لعدم وضوح هذا الحبيب والحلقة الضائعة هي خمس الخماسيات. خمس الخماسيات تتكلم عن أشخاص فقراء يعيشون في البرد، ليس لديهم الكفاية ليأويهم. وهذا الشخص في مرحلة ما احتمال أن يتكلم معك في وضع المالي، احتمال أن يبين لك جزء من المعاناة المالية اللي يواجهها كل شهر. فاحتمال عندك فكرة بسيطة، ولكن أنت لا تملك الفكرة الكاملة والامتداد الكبير لوضع المالي. يعني احتمال انه من نوع من الاشخاص اللي عليه التزامات مالية كثيرة، مع بنوك، مع قروض، مع اهل واشخاص تدين منهم. فاحتمال يكون نوع من الشخص اللي يملك مبلغ جدا بسيط في جيبه لاخر الشهر، يعني يكون هذا وضعه. ولكن انت تفكيرك راح مكان مختلف، فهذه هي الحلقة الضائعة اللي اذا انت عرفتها الحين، يعني أنت اكتشفت المفتاح لجميع أسئلتك في هاي القراءة. فهذا الشخص يحبك، نعم، يرى فيك الشريك، نعم، أنتم متكافئين أيضا، نعم، ولكن وهو أيضا يريد أن يحارب من أجلك، يريد أن يحارب من أجل هذه العلاقة. لكي يكونون هذين الشخص مجتمعين، هذا الشخص مستعد أن يحارب، ولكن ينتظر، هذا سبب تأخير، ينتظر فترة بسيطة، ينتظر أن يتعدل الوضع المالي حتى يستطيع أن يرجع لك أقوى بما تستحق. لأن الشخص الفقير بالعادة لا يستطيع أن يواجه أشياء أخرى زيادة على
معاناته المالية. فهذا الشخص عندما ينتهي من هذه المرحلة عندها سوف يصبح جاهزا لأن يحارب من أجل هذه العلاقة. فإذا كنت تنتظر بأن يرجع الموضوع راح يأخذ شوية وقت، ولكن على الأقل أنت عرفت السبب المهم، السبب الذي كنت تبحث عنه بسيفك وتبحث عن الحقيقة وجدت في التالي وأخبرك اليوم، ليس بسبب طرف ثالث وليس بسبب مشاعر مضطربة تجاهك، وإنما بسبب أوضاع الحبيب المالية مشاعرك نحوه. عندنا 2 of pentacles 3 of pentacles temperance. عندما انتهت العلاقة أو انفصلت، أرى أنك أول شيء سويته وكان فعلا تصرف صحيح يا برج الدلو، لأنك البرج المنطقي الذكي صاحب العقل والحدس المنطلق. فأنت أول شيء سويته عندما انتهت هذه العلاقة أو حدث الانفصال أو حدث البعد بينكم، أنت سارعت لأن تشافي نفسك، سارعت. احتمال كان عندك كوب. التمبرس تتكلم عن الصبر ومعالجة الوضع و بالانسينج الأكواب مع بعض. أول شيء أنت سويته أشوفك، لأن احتمال كنت وجدت نفسك في وضع كوبك فاضي فارغ بسبب انتهاء العلاقة بينكم. فأول شيء سويته أنت توجهت بكل ذكاء نحو أمور أخرى وحاولت أن تملي الفراغ، وتصرفك جدا صحيح وموزون، تملي الفراغ الذي خلفه عدم وجود هذا الشخص في حياتك. حاولت تمليه بأشياء جدا صحية، بأشياء جدا مثمرة ومنتجة. احتمال تكون صبيت اهتمامك على العمل، على بزنسك، مشاريعك، على علاقاتك مع أصدقاء قدامى لم تتواصل معهم من فترة، على هوايات لم تفعلها منذ زمن بسبب انشغالك، لأن هذا الوضع كان ماخذ كل تفكيرك وطاقتك. فالحين صرت تعطي وقت لنفسك، للآخرين، للأهل، قويت. يعني أنت صح فعلا صار عندك انفصال مؤقت، ولكن أنت رجعت. سبحان الله كان لك سبب لكي تكون أقوى، لكي تكون منتج أكثر، لكي تتواصل مع نفسك بشكل أفضل وتكتشف ما تحب وتعمل عليه. وخبر جدا سعيد أن أنت في هذه الفترة أول شيء سويته هو التصرف الصحيح، أن تعالج نفسك، تحاول أن تخلي نفسك تستقر عاطفيا بعد الخسارة اللي عانيت منها مع الحبيب. والشيء الجميل أن أنت أخذت هاي الفرصة. أنت عكس ما أذكر برج من الأبراج، توني قريت له، أتوقع برج العقرب. برج العقرب كان في هاي المرحلة مصمم أنه يكون على مرحلة 4 الخماسيات وينتظر الحبيب بدون أن يعمل على نفسه وبدون أن ينمو ويتطور، يعني يثبت نفسه لحد ما يرجع الحبيب. ولكن الحبيب كان متوجه نحو نجاحات أفضل، والحبيب كان يعمل على نفسه ويطور من نفسه. فلا أتوقع أن سيعجب الوضع عندما يرجع ويلاقي أن الشخص الذي ينتظره لم يعمل على نفسه ولم يتغير. أنت بالعكس سويت عكس شريك، عكس برج العقرب سوري. أنت بالعكس أخذت الحياة، مسكتها بقوة، وصرت تجرب كل خياراتك في الحياة، كل الأشياء اللي ممكن وحلمت وفكرت أنك تسويها في السابق صرت تسويها، صرت تخلط الأمور مع بعض، تجرب شوية المشروع الفلاني، شوية الهواية الفلانية، شوية أشخاص، صرت تنوع حتى في الأشخاص. وهذا تصرف جدا ذكي وجدا مثمر. وصلت لمرحلة مستقرة من الإنتاج في حياتك، وهذا شيء جدا ممتاز صراحة يا برج الدلو، عافية عليك. مشاعر الحبيب تجاهك. الحبيب يرى أن الكرة في ملعبك أنت، هو بانتظارك أن تأخذ قرار نحو العلاقة، وعند أمل غير طبيعي. يعني لا أعلم مصدر هذا الأمل، ولكن لديه أمل بأن الشمس، أن أنت سترجع له كما تشرق الشمس. يعني شلون الإنسان يستيقظ كل يوم ويعلم أن الشمس، بغض النظر عن الليل وما حدث في الليل، الشمس يجب أن تشرق كل يوم في الصباح. هذا الشخص كمان عنده إيمان أن في النهاية المياه راح
ترجع لمجراها، إن في النهاية راح مصيركم، لأن أنتوا متكافئين أو سولميت، مصيركم في النهاية تكونون لبعض، ترجعون لبعض، ولكن غير واثق من الطريقة. أوقات أحس يقول أنا راح أخذ الكنترول وراح أتوجه نحو الحبيب وراح أحل الموضوع معه، وأوقات يتراجع ويقول لا 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 لا، راح أنتظر هنا الحبيب لما يكون مستعد هو راح يأتي باتجاهي. فلحد الآن الشريكة والحبيب لم يقرر ولم يأخذ اتجاه، عنده سيفين، لم يأخذ اتجاه معين لحد الآن، هو متذبذب ما بين مثل ما أخبرتك، هل أنا أقرر وأتوجه نحو الحبيب أو أنتظر هنا، لأن عندما يكون الدلو مستعد لي سيعلم أين يجدني. فهذه هي مشاعر نحوك في هذه الفترة، نيته في الفترة القادمة أو في المستقبل ماذا سيحدث. هذا الشخص احتمال أنك يا برج الدلو إذا لم تتقدم باتجاه هذا الشخص، احتمال أن هذا الشخص فعلا يضطر أنه يأخذ قرار صارم مع نفسه بأن هو يتوجه باتجاهك، لأن السيفين هو شخص في مرحلة لم يقرر فيها اتجاهه، ولكن في النهاية سيضطر أن يقرر، لأن بالنسبة له اللي قاعد أشوفه، بالنسبة له سيف جهة اليمين، سيف جهة اليسار، السيف اللي في جهة اليسار هو احتمال أن يكمل الحياة بدونك، بالنسبة لهذا الاختيار أصلا غير وارد، غير مستعد أصلا أن يعترف بوجود هذا الخيار، أن يكمل حياته بدونك برج الدلو. ففي النهاية راح يضطر، لا يوجد طريق سوى اليمين، راح يختار الطريق اليمين ألا وهو الطريق الذي يؤدي إليك. ولكن الخبر الجيد أن هذه الفترة راح يأتي كشخص ناضج، قبل كان في تركيز على المشاعر، الأكواب طاقة المشاعر، راح يأتيك ويكون مركز على الأفعال، مثلا خلنا نروح نسوي الشيء الفلاني، دعوة عشاء، خلنا نطلع مع الأصدقاء، خلني أعرفك على الأصدقاء، ليش ما نعرف الأهل مع بعض، ليش ما أتقدم لك، ليش ما نشتغل على موضوع زواجنا أو الخطبة. راح يكون في أفعال، راح تتحول طاقته من المشاعر وراح يثبتها بأفعال محددة وواضحة تجاهك، وراح إن شاء الله يأتيك إنسان خفيف الحمل من الماضي. إذا كان في الماضي في أمور تقلقك في الحبيب، تخاف من الماضي تبع الحبيب أو أي شيء ثاني، ارتباطاته تعلقاته في الماضي، فالتالي يخبرك بأنه هو سيأتيك الفول. الفول هو الشخص المجازف الذي يقفز من فوق التلة ولا يكون لديه أي أحمال سفر، يعني سيأتيك خفيف كما ولدته أمه بدون أي مشاكل أو تبعات أو ثمن تضطرون تدفعون على المدى الطويل. خطواته القادمة، أرى أن الحبيب راح يتحول من ملكة الأغصان وهي ملكة الأفعال إلى طاقة جاستس. جاستس تعني لي في هذا الفترة في قراءتك بأن هذا الشخص راح يكون شوي متسرع في إعلان الارتباط، راح يكون شوي متسرع في يلا يلا خل نتزوج، يلا يلا خل نتقدم لك، يلا خل نكتب عقد الزواج، يلا نكتب الكتاب، نقرأ الفاتحة مع الأهل. راح يكون شوي متسرع في تثبيت العلاقة بالطريقة الرسمية، طريقة العقود، طريقة التقاء الأهل، الطريقة الرسمية المتعارف عليها في دولتكم عشان العلاقة تكون أمام الله وخلقه أمام الملأ. راح يكون شوي مندفع باتجاه هذا التيار، لأن بالنسبة له هو تعب من مرحلة عدم الوضوح أيضا في العلاقة، تكون العلاقة غير مثبتة، فراح يحاول يثبتها بالطرق الرسمية المعتادة، وراح يأتيك بكوب من الحب يفيض ويعرض عليك. ولكن عزيزي برج الدلو، أرى أنك بسبب ما فعلته في الماضي مريت بمرحلة شفاء، مرحلة عملت على نفسك، جربت أشياء مختلفة في الحياة، أرى أن بعضكم راح يقبلون هذا العرض للزواج أو للحب بكل ترحيب، بكل سعادة،
وراح تختار انك تكمل حياتك مع هذا الشخص. او برج الدلو دائما معروف بجرأته وخروجه عن المعتاد، فاحتمال انك بعضكم، وهذه طبعا الإرادة الحرة، راح تقول لها الشخص انا لقيت سعادتي، لقيت سعادة، لقيت نجاح، لقيت تحقيق لذاتي بعيد عن هذه العلاقة، فراح تختار انك تكمل دربك بدونه. ولكن لأغلبكم أرى أن راح إن شاء الله تقبلون هذا الكوب من الحب وهذه العلاقة الرسمية بين الناس. وراح أسحب لك كارت أخير يا برج الدلو تبع النصيحة لك. أول كارت بالعادة ينقلب هو الكارت اللي أخذه، The High Lord of Gratitude and Service. Selflessness, humility, conscious action. هذه الصورة قريبة جدا من طاقة وصورة الشمس. أرى أنك مثل ما خبرتك يا برج الدلو، أنت وصلت لمرحلة بعضكم. إذا حتى ما وصلت له لحد الآن، فعندك فرصة أنك توصل لمرحلة متقدمة من السعادة، وراح تعرف نفسك على مستويات جديدة، كأنك تتعرف على نفسك لأول مرة، تتعرف على قدراتك في تحقيق أمور مختلفة في الحياة لأول مرة. فهذه الطاقة عندك جدا جميلة، ركز عليها، ركز على تواصلك مع نفسك، تواصلك مع الله، التأمل، هذه طاقة أيضا تبع التأمل، لأن هي مصدر كل السعادة التي تنبع من داخلك هي هذه. ركز على نفسك دائما، لا تخلي أي شيء ثاني يشتت انتباهك، ركز على ما تحب ومن تحب. وبخصوص عودتكم لبعض، سواء أنت ستقبل عرض الحبيب أو لا.